ما حكم لبس العدسات الملونة للضرورة؟ لا بأس بها، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد مراجعة الطبيب، لأن لا تتضرر العين من حيث لا تشعر المرأة، وبشرط أيضا أن لا تكون هذه العدسات على شكل عيون الحيوانات. نعم، ظهرت في هذا الزمن عدسات تلبس على العين عوضا عن النظارات، وقد ظهر نوع منها يكون ملون بحيث إذا لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة، فهل لبسها يجوز أم لا، حيث أنها قد تكون من تغيير خلق الله؟ أفيدوني بهذا مأجوري. هذه العدسات التي تلبس على العين لا بد فيها أولا من مراجعة الأطباء، هل لها أثر على العين حاضر أو مستقبل؟ إن قال نعم إنها تؤثر على العين، لكنه تأثير منتظر لا حاضر، أو قد يكون حاضرا فإنه في هذه الحال تمنع أو يمنع من لبسها، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نفعل في أنفسنا ما يضرنا، فقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا قال إنها لا تضر العين وفي ظني أنهم لن يقولوا ذلك، فإنه ينظر في هذه العدسات إن كانت تحكي عيون الحيوان كالتي تكون على شكل عيون القط أو الأرنب أو غيرها أو غيرها من الحيوانات، فإن ذلك لا يجوز، لأن التشبه بالحيوان لم يأتي في الكتاب والسنة إلا في مقام الذنب، قال الله تبارك وتعالى واتل عليه النبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء، وقال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة ولما يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. أما إذا كانت لا تحكي عيون شيء من الحيوان فلا أرى فيها بأسا، لأن هذا ليس من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات منفصلة دائما عن العين.